أعزائي المشاهدين، ضمن لقاءات برنامجكم الوطني الكبير هذه بلدنا، يسعدنا أن نلتقي بالسيد زهير العياصرة، أحد المتقاعدين من القوات المسلحة والمؤسس لشركة مياه السالم بعد انتهاء خدمة الوطن في الجيش. سيدي مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. يعني أنتم يعني أفراد قواتنا المسلحة رموز هذا الوطن الكبير، وعطاءكم يستمر حتى بعد التقاعد. حدثنا في البدايات يا سيدي، منذ البدايات يعني أين ولدت، ماذا درست، وكيف جاء انضمامك للجيش، وبعد ذلك أسست هذا المحل أو هذه الشركة للعمل. سيدي، أنا خلصت دراستي الابتدائية في مدرسة ساكب الثانوية، فكملت لحد الصف الأول إعدادي. بالأول كان أول إعدادي اسمه 11 السابع يعني. فالتحقت بالجيش بالقوات المسلحة الأردنية، لا خدمت بالسلاح المدفعي الملكي 2 سنين، ثم انتقلت إلى مديرية المطابع العسكرية، فكملت 18 عام فيها، نعم، حتى تقاعدت بال94. بعد ما طلعت من ال94، فالواحد بده يسوي له مشروع. طلعنا شباب يعني، لما تقول 14 سنة ل 18، يعني كان عمري 30 34 سنة يعني بالحدود هذا. فدورت مشاريع، اشتغلت بمشاريع بالخضرة ما خضرة وبالهالسواليف، فاتجهت لمشروع محطات المي. فالحمد لله أسست أول وحدة كانت بصويلح بسوق الذهب، ورديت بعتها، ورديت أسست واحد مخيم جرش اللي هو مخيم غزة، ورديت بعتها وأسست هاي، صار لها 8 سنين شغالة بالصويلح بالحي الشرقي اللي هي مياه السالم. مياه السالم، نعم، الحمد لله وضع تمام وأحسن من إيش عبث. ممتاز، ما في أي معاناة، مشاكل كذا؟ أي معاناة نهائيا، الحمد لله. القوارير وتوزيعها يعني تشكل نوع من الشبكة في هذا الحي، يعني كيف تجد هذا العمل بعد هذا العطاء الكبير؟ والله عتب يعني، العمل مرهق شوية لأنه في زباين مستعجل ومش مستعجل وكذا وكذا، فبنتحمل احنا رزقة عيشنا مثل ما بيقولوا. عندنا شغيلة، عندي شغيلة ثلاثة بيشتغلوا. الشباب الشغيلة أردنيين ولا من جد؟ نعم أردنيين، فمنهم واحد ابني، وواحد 2 أولاد عمي، يعني مشغل حوالي 4 5 بالمحل. العمل مش عيب، مزبوط؟ لا مش عيب. ممتاز. الآن بدي إياك توجه نصيحة لأولادنا، شبابنا، شباب هذا البلد المعطاء، من أجل حثهم على العمل. نعم، أنا بوجه لهم كلام، يعني الواحد اللي بيجتهد بيلاقي شغل قدامه، والشغل كثير، والشغل كثير، اللي بيدور بيلاقيه. أما واحد يدور على مكتب مش راح يلاقيه بالوقت هذا، ينتشر على الحكومة أو ينتشر على فلان. في مشاريع ووزارة العمل بتأسس لمشاريع، بيقول لك تعال اخذ مصاري من عندنا وافتح مشروع ناجح، وبس هذا اللي بتمنى منهم يعني. ان شاء الله، ان شاء الله. الان ارجو ان تذكر عنوان شركه مياه السالم. عنوانها صويلح الحي الشرقي خلف مدارس النمو التربوي، شارع محمد سعيد، عمارة رقم 56. نعم، عمارة 56. ممتاز. يا سيدي، الأردن ينعم بنعمة الأمن والأمان، ونحمد الله كثيرا عليها، ثم بعد ذلك نقدم الشكر الجزيل لصاحب القيادة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. سيدي، ما هي الكلمة الطيبة لأبناء الوطن من أجل الحفاظ على هذه النعمة الطيبة؟ والله مثل ما بقولوا، أنا بروح كل يوم على جرش، فبروح مرار الساعة 10، الساعة 11، الساعة 12 لبنات بالجامعة، ما بقلقش على بنتي او على ابني، بخاف عليه، لانه الامان ظل حاضر الصاحب جلاله الملك، والقوات الامنيه والقوات الدرك موجودين مامنين الحمايه كامله، حمايه كامله. هاي اكبر نعمه لازم نحافظ عليها بلا شك. سيد زهير العياصرة، اقدم لك كل تحيه وتقدير، واشكرك على هذا اللقاء الطيب، كما انوه للساده المشاهدين بان شركه مياه السالم هي احدى الشركات الداعمه لهذا العمل الوطني الكبير هذه بلدنا. اشكرك سيدي، حياك الله. شكرا لك، واهلا وسهلا بالجميع.